بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. ان شاء الله عندنا النهارده حلقه مميزه، هيكون فيها ضيفي وضيفكو في الجزء الثاني، واحد من العناصر المبشره، واحد من المواهب اللي احنا دايما بنراهن عليها، واحد من اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عليهم كتير، انضم للنادي الاهلي في الانتقالات يناير الماضيه، ما شاء الله منذ انضمامه للنادي الاهلي وهو بيقدم مستويات رائعه مع فريق 2005 وايضا الصعد مع فريق 2003، وكمان لفت الانظار في مبارياته الوديه مع الفريق الاول، ودايما بينضم بصفه مستمره لتدريبات الفريق الاول، اللاعب احمد خالد كباكا. واحد من اللاعبين المميزين بيلعب في خط وسط مدافع، شفناه بيلعب في مركز 6 ومركز 8، واحد من لفت الانظار، هيكون ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني، هنتكلم معاه عن بداياته وايضا كمان عن طموحاته القادمه مع النادي الاهلي، ان شاء الله ينال الفرصه قريبا ويقدر يثبت نفسه. ده في الجزء الثاني، لكن في الجزء الاول طبعا يعني كل حديث الاهلاويه عن مباريات الدوري. النادي الاهلي السنه دي ما شاء الله بيحقق العلامه الكامله للحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها. منذ انطلاق الموسم النادي الاهلي اخذ بطوله السوبر امام الزمالك. بعد كده أخذنا بطولة السوبر أمام بيراميدز، أخذنا بطولة الكاس أمام بيراميدز، وكمان بطولة أفريقيا البطولة المحببة لكل جماهير النادي الأهلي رغم صعوبتها، لكن جماهير النادي الأهلي كان ليها دور مهم جدا. بكرة عندنا إن شاء الله مباراة مهمة جدا أمام النادي الإسماعيلي، ولما بنقول مباريات الأهلي والإسماعيلي دايما بنتكلم عن الكرة الحلوة، بنتكلم عن الندية، بنتكلم عن مباريات قوية، برغم ظروف الإسماعيلي وما يمر به خلال الفترة الماضية. الإسماعيلي في ترتيب الجدول مسابقة الدوري في المركز 13 بيعاني من صعوبات، واجه صعوبات الموسم السابق والموسم الحالي، 34 نقطة، لسه في مرحلة خطورة، علشان كده مباراة بكرة مباراة مهمة جدا. النادي الأهلي بيبحث عن بطولة الدوري، البطولة المحببة لديه، البطولة الغائبة منذ سنتين عن قلعة الجزيرة، قلعة البطولات، علشان كده بكرة النادي الأهلي عنده دوافع كبيرة جدا. زي ما احنا شايفين ده جزء من تدريبات النادي الأهلي، النادي الأهلي يسافر النهاردة اسكندرية علشان المباراة بكرة إن شاء الله في برج العرب. النادي الأهلي عنده ماتشين قادمين مهمين جدا، بكره امام الاسماعيلي ويوم الاحد امام الاتحاد، او يوم السبت امام الاتحاد السكندري. مباراتين مهمين جدا، هيكون الماتشين ان شاء الله في برج العرب. اداره النادي الاهلي وفرت اتوبيسات علشان جماهير النادي الاهلي تكون متواجده بكره في المباراه، الاتوبيسات هتتحرك بكره ان شاء الله الساعه 1 ظهرا. الشروط اللي قالوا عليها، ويا ريت ننزل على صفحه النادي الاهلي الخبر اللي نزله الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، وكانوا بيقولوا ان بكره ان شاء الله في اتوبيسات، ايضا الجماهير اللي هتروح لازم تكون معاك التذكره بتاعتك وايضا الفان اي دي. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الهدف بتاعنا كلنا هو ده الخبر زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، اتوبيسات مجانيه لنقل جماهير الاهلي الى الاسكندريه الاربعاء. ينظم النادي الاهلي رحلات مجانيه لجماهيره الى مدينه الاسكندريه يوم الاربعاء المقبل لمؤازره الفريق الاول لكره القدم في مباراته امام الاسماعيلي التي سوف تقام بملعب برج العرب في بطوله الدوري. يبدا تجمع الجماهير بدايه من الساعه 12 ظهرا امام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على ان تتحرك الاتوبيسات الى الاسكندريه في تمام الساعه 1:30 ظهرا. يستوجب اصطحاب كل مشجع اهلاوي تذكره المباراه، بطاقه الفان اي دي الخاصه به، كما يحظر اصطحاب اي ادوات تتعارض مع سلامه الجماهير والمنشآت سواء اثناء السفر او خلال المباراه. احنا جماهير النادي الاهلي هدفنا واحد، اداره النادي الاهلي عارفه اهميه جمهورها، عارفه ان جمهور النادي الاهلي رقم واحد، علشان كده كان في مبادره تواجد الجمهور، وبسهل على جمهوري ان شاء الله يكون متواجد في المباراه بالعدد الكامل بتاعي بكره ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي عليه دور مهم جدا. مين اللي سجل الهدف؟ طيب واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي طبعا عارفين لسه هنتكلم عن المنتخب الاولمبي اللي ماشي ما شاء الله بخطى رائعه في بطوله كاس الامم الافريقيه المؤهله لاولمبياد فرنسا 2024 العام المقبل.
دلوقتي محمد شحاتة بيبلغوني مع الدقائق الأولى في المباراة بيسجل الهدف الأول لمنتخب مصر. إن شاء الله مصر تضع خطوة الأول أو قدم في الأولمبياد، وبعد كده نفكر إن شاء الله في البطولة. لسه هنتكلم عن المنتخب الأولمبي، لكن حبينا نبتدي مع النادي الأهلي. هنتابع معاكم طبعا نتيجة المباراة أول بأول. مباراة الإسماعيلي أمام النادي الأهلي بكرة مباراة مهمة جدا، زي ما قلت لحضراتكم دايما مباراة الأهلي والإسماعيلي مباريات فيها ندية، مباريات فيها صعوبة. شفنا مباراة الدور الأول النادي الأهلي حقق فيها الفوز بنتيجة 1-0، إن المكسب جيب الصعوبة. علشان كده بقول لعيبة النادي الأهلي، إحنا فقدنا نقطتين أمام فيوتشر، كان النادي الأهلي هو الأفضل من بداية المباراة، خلقنا فرص كبيرة. لكن أنا وأنا قاعد قدام المباراة ما كنتش حاسس بالرغبة القوية إن أنا عايز آخد الثلاث نقاط. أنا عايز بكرة الانطباع ده يتغير، بكرة من أول دقيقة. بكرة من أول دقيقة عايز أوصل للرسالة إن أنا مباراة فيوتشر كان يوم بيحصل في كرة القدم، كرة مش ماشية معايا. لكن بكرة إن شاء الله أنا عندي الرغبة من أول دقيقة، جمهوري معايا في الملعب. إرادتي بكرة وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى مهمين جدا من بداية المباراة، إن الرسالة توصل من اللعيبة لجمهورها. الرسالة توصل من اللعيبة إن أنا احنا عندنا سبع مباريات ب21 نقطة، الأول عايز اخد ال8 نقاط علشان النادي الأهلي يحسم بطولة الدوري رسمي، بغض النظر عن مباراة بيراميدز صاحب المركز الثاني. علشان كده الرسالة مهمة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة الحالية اللي احنا فيها، عايزين وجمهور النادي الأهلي ورايا، الجمهور اللي موجود في الملعب، الجمهور اللي قاعد بيتابع المباراة، وكل واحد ممكن على تليفونه على السوشيال ميديا، لازم الفترة دي فترة توحيد الدعم، دعم ومساندة للفريق الأول، توحيد الهدف بتاعنا. مش عايزين نشتت نفسنا مين ماشي ومين جاي، صفقات مين اللي جاية وصفقات مين الماشية. الكلام ده مش محله دلوقتي ولا وقته. النادي الأهلي في مباراته أمام الوداد ورجعوا من أيام أو من أسابيع قليلة، إحنا أخدنا البطولة علشان جمهور النادي الأهلي. بعد المباراة الأولى اللي انتهت في القاهرة 2-1 كانت لغة الكلام كله من جمهور النادي الأهلي، النادي الأهلي قادر إن شاء الله إنه يرجع بالبطولة. علشان كده عايز دلوقتي نقفل الموضوع دلوقتي، إحنا ما بنتكلمش في موسم انتقالات دلوقتي. موسم انتقالات ما اتفتحش علشان نقول مين جاي ومين ماشي، مين راح السعودية ومين راح هولندا ومين جاي من هولندا ولا الكلام ده. احنا بنتكلم دلوقتي عن هدف عندنا كلنا كأهلوية، هدف ان احنا عايزين نحقق العلامة الكاملة لموسم ان شاء الله يكون استثنائي للنادي الاهلي. ابتدى ب4 بطولات، ان شاء الله البطولة الخامسة في الطريق. بس البطولة الخامسة هتيجي ازاي؟ هتيجي ولعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني يعرف ان احنا لسه ما حسمناش البطولة، والهدف الاكبر للعيبة، احنا لسه ما حسمناش البطولة. وقت ما احسم البطولة وعدد نقاط يتجاوز عدد نقاط بيراميدز، وقتها نقول مبروك ونحتفل. لكن دلوقتي لسه محتاجين 8 نقاط من 21 نقطة. 8 نقاط انا عايز من مباراة بكرة، مباراة الاسماعيلي، هي دي البداية بتاعتنا. عايزين نقفل ودننا، عايزين دعم كبير من جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. مش عايزين نمشي ورا الأقاويل اللي بتقعد تتقال فلان ماشي وفلان جاي، أصل النادي الأهلي محتاج مين دلوقتي؟ لا، النادي الأهلي محتاج دلوقتي دعم لعيبته، كل اللعيبة اللي موجودة، محتاج دعم الجهاز الفني، محتاج إن احنا نكون كلنا في مركب واحدة، محتاجين كلنا يبقى هدفنا وفكرنا واحد. هو إيه؟ هو بطولة الدوري الممتاز. عندنا 7 مباريات، هو ده تركيزنا. لو شفتوا دلوقتي الصفحات، مع احترامي الموجودة على السوشيال ميديا يعني، وبقى ده واقع موجود دلوقتي، النادي الأهلي خلال اليومين الثلاثة أو قبل كل مباراة للنادي الأهلي بنشوف 50 صفقة اتعملت للنادي الأهلي. 50 صفقة اتعملت للنادي الأهلي، والكلام ده بيظهر قبل كل مباراة. يعني النهاردة بكرة مباراة الإسماعيلي هتلاقوا مين مشي ومين جاي، وبدأوا تابعوا الصفقة الفلانية والكلام ده. مفيش الكلام ده. إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللعيبة
لازم يبقى هدفنا واحد، ولازم احنا كجمهور نهيئ الظروف ونهيئ الاجواء ان احنا ما عندناش هدف. انا بطول في الحته دي علشان انا كلاعب كوره قبل كده كانت دايما الحاجات دي بتوصلني من الجمهور. جمهوري بيتكلم في ايه الفتره دي؟ جمهوري بيتكلم في بطوله الدوري اللي غايبه عن النادي الاهلي بقى لها سنتين. يبقى هل يصح ان احنا نتكلم في الصفقات خلال الفتره دي؟ نتكلم في مين ماشي ومين جاي؟ انا من هنا بأثق في اداره النادي الاهلي، بأثق في اداره النادي الاهلي. وقت ما موسم الانتقالات بيتفتح الناس بتشتغل اللي فيه مصلحه النادي الاهلي. وبالمناسبه النادي الاهلي وصفقاته بتدار مش من خلال الصفحات ولا من خلال الناس اللي بتتكلم، لا ده رقم واحد مدير فني. مدير فني هو اللي يقول انا محتاج مين ومش محتاج مين. هي دي اداره النادي الاهلي مع احترامي للجميع. علشان كده عايزين نقفل الموضوع ده. عايزين هدفنا خلال اليومين دول وخلال الفتره دي ازاي عندنا بطولتين، الاول بطوله الدوري نادي الاهلي حققها، البطوله الثانيه بطوله كاس مصر نفكر فيها وقت ما بطوله كاس مصر تيجي ان شاء الله. لكن الاول عندنا بكره مباراه مهمه جدا امام الاسماعيلي، الاسماعيلي منافس شرس. الاسماعيلي انسى ان هو في المركز ال 13 وهو عنده بعض التعثرات وبينافس على الهبوط والكلام ده، لا. بكره هتلاقي فريق مختلف، بكره فريق بيجري ال 90 دقيقة روح عالية، علشان كده لعيبة النادي الأهلي لو ما قابلتش الكلام ده بروح عالية وجري كتير وتركيز، الناس اللي على الدكة بتساعد الناس اللي لما بتنزل الملعب وتغير النتيجة، الناس اللي بتدي المباراة كلنا على قلب واحد، الظروف هتبقى صعبة. عشان كده إن شاء الله بكرة تكون الأمور مهيئة بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، بجمهورنا اللي هيكون متواجد في المباراة، جهازنا الفني اللي هيحط تشكيلة إن شاء الله مناسبة، وأيضا لاعبتنا اللي هيكون عندها القوة والشراسة من أول دقيقة. ده النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها في البداية عن النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي لكرة القدم في المباراة المهمة. نروح مع بعض للنقطة الثانية، نقطة مهمة أيضا، وهي منتخبنا الأولمبي اللي بيلعب دلوقتي مباراته أمام غينيا، انطلقت في الساعة 8 دي دور قبل النهائي. قالوا لي دلوقتي النتيجة 1-0، يا ريت نعرض تشكيل منتخب مصر برضو اللي ابتدى مباراة غينيا علشان نستعرض زي ما احنا شايفين دلوقتي قدام حضراتكم تشكيل منتخب مصر. في حراسة المرمى حمزة علاء، خط الظهر أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، وحاتم محمد، حاتم محمد، حاتم سكر. في خط الوسط محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وأحمد عاطف، محمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. البدلاء محمد مغربي، محمود جهاد، محمد سيحة، مصطفى ميسي، علي زعزع، محمد أشرف، عبد الرحمن أجويرو، عماد ميهوب، محمد سمير، وأحمد فوزي. من التشكيل اللي أنا شايفه قدامنا دلوقتي لمنتخب مصر 4-3-3، دي طريقة المدير الفني لمنتخب مصر 4-3-3. خط الظهر طبعا في حراسة المرمى حمزة على خط الظهر، أحمد عيد، باك رايت، اتنين مساكين، حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد، ده الباك ليفت. الثلاثي خط الوسط عندنا محمد شحاتة، عندنا أحمد نبيل كوكا، عندنا محمود صابر. دول الثلاثي خط الوسط. الثلاثي الأمامي أحمد عاطف بيلعب ناحية اليمين، أحمد عاطف قطة لاعب المقاولين العرب، ولا وإبراهيم عادل ناحية الشمال وينج شمال، وأسامة فيصل في الهجوم. إذا منتخب مصر النهاردة بيلعب بطريقة 4-3-3، وهي دي الطريقة اللي بيلعب بيها منتخب مصر مع ميكالي من بداية البطولة، البطولة اللي انطلقت أولى مباريات أمام النيجر وانتهت النتيجة بالتعادل السلبي 0-0، وكانت الناس عندها بعض التشاؤم شوية من نتيجة المباراة الأولى. لكن من أفضل المباريات اللي لعبها منتخب مصر الأولمبي في البطولة كانت مباراته أمام النيجر، خلقوا عدد فرص كبير جدا في المباراة دي، لكن كان فيه سوء توفيق، كور كتير في القائم، كور كتير في كرات كتير في العارضة، ما كانش فيه توفيق لمنتخب مصر في هذه المباراة. لكن الأداء الفني كان أداء مقنع، كان مصر فرضت سيطرتها على المباراة. المباراة الثانية كانت أمام منتخب مالي، منتخب مالي واحد برضو من الفرق القوية والفرق المرشحة
اللي هتقابل النهارده منتخب المغرب، وده نهائي مبكر. المغرب امام مالي، هتكون المباراه ان شاء الله هتنطلق بتوقيت الساعه 11 مساء. فزنا على منتخب مالي، كانت مباراه قويه، كان فيها التزام دفاعي وتكتيكي من لاعبي منتخب مصر. قدرنا نخطف هدف الفوز، وقدر منتخب مصر يفوز على مالي 1-0. دي كانت نقطه الامان ونقطه الثقه لمنتخب مصر. المباراه الثالثه كانت امام الجابون، قدرنا نكسبها 2-0. دخل لاعبي منتخب مصر بهدوء اعصاب، كان عندهم ثقه في المباراه، كنت ممكن تحقق التعادل او الفوز عشان تضمن التاهل، لكن كنا عايزين نبعد عن طريق منتخب المغرب. صاحب الملعب والجمهور واحد برضه من الفرق القويه. قدر منتخب مصر في المباراه الثالثه في دور المجموعات يفوز على منتخب الجابون 2-0، وكانت ايضا مباراه رائعه، وبدا المستوى التصاعدي لمنتخب مصر في التصاعد. بدايه منتخب النيجر، منتخب مالي، منتخب الجابون، والنهارده عندنا في الدور قبل النهائي منتخب غينيا. ايضا منتخب غينيا واحد من المنتخبات القويه. منتخب مصر واحنا بنتكلم في الدقيقه 20 دلوقتي فايز على منتخب غينيا 1-0، احرز الهدف محمد شحات. ان شاء الله تكمل الامور على خير، مصر تكون موجوده في المباراه النهائيه، وبعد كده نكون حطينا قدم الاولى ان احنا متواجدين في الاولمبياد، وان شاء الله بعد كده ندور على البطوله، وان شاء الله ازاي نقدر نحصد البطوله. زي ما احنا شايفين معانا دي صوره الهدف، تسديده قويه من محمد شحاته، ودي مهاره التسديد. شفنا محمود صابر في المباراه السابقه امام الجابون، كانت برضو كره ثابته ركنيه، اتعملت مهاره التسديد من خارج ال 18. دي ايضا مهاره التسديد النهارده محمد شحاته، بيفك بدايه المباراه بهدف رائع في بدايه المباراه، يدي ثقه للاعبي منتخب مصر. واحد برضو من اللاعبين او من الحراس المميزين اللي ظهروا في هذه البطوله، واحد برضو من العناصر اللي بتدي ثقه كبيره جدا لمنتخبنا الاولمبي، حمزه علاء. حمزه علاء واحد من اللعيبه اللي احنا قلنا عليها واتكلمنا عليها كتير هنا في برنامج الاشبال، وقلنا عندنا ما شاء الله مواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وراهنا على المواهب الموجوده عندنا. قلنا ان شاء الله قريبا هيكون عندنا مواهب موجوده في منتخب مصر، سواء الناشئين او الشباب او الاولمبي، وكمان ايضا اللعيبه دي في يوم من الايام هتكون موجوده في منتخب مصر الاول. واحد من اللعيبه او الحراس اللي احنا راهنا عليهم كتير جدا، وكمان طمنا كل جماهير النادي الاهلي، وكنا بنقول لهم مركز حراسه مرمى النادي الاهلي متأمم لمده 50 سنه قدام، ما تقلقوش. عندنا ما شاء الله محمد الشناوي حارس منتخب مصر الاول، افضل حارس في مصر وافضل حارس في افريقيا، واحد من العناصر او الحراس المميزين. قلنا عندنا علي لطفي، علي لطفي واحد من المميزين، وقت ما بياخد فرصه بيقول انا موجود، ما تحسش ان هو بعيد، لا ده بالعكس تحس ان هو لعيب اساسي ولعيب متواجد، رجليه دايما في الملعب. ايضا شفنا مصطفى شوبير في مباراه الوداد في النهائي الافريقي، واحد صغير في السن بعيد بقاله فتره كبيره، بياخد ماتشين في الدوري بيثبت نفسه، بيتحط في المباراه النهائيه ما عندناش اي مشكله، ادنى مشكله بيلعب، وبالعكس ده بيلعب وعنده ثقه كبيره. طب مين اللي جاي في الطريق جاي بعد كده؟ قلنا محمد الشناوي، علي لطفي، قلنا مصطفى شوبير. عندنا المستقبل ان شاء الله للنادي الاهلي في حراسه المرمى مستقبل مشرق. لما بنتكلم بنقول حمزه علاء. حمزه علاء واحد من الحراس، حتى الاتحاد الافريقي وهو بيصنف بعد انتهاء الثلاث مباريات الاولى في دور المجموعات، واحد من افضل الحراس في البطوله حمزه علاء. وبالمناسبه مش عايزين نحسده عشان النهارده مصر بتلعب مع غينيا، فربنا ان شاء الله يوفقه حمزه علاء. وعندنا كمان مصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف واحد برضو من الحراس، النادي الاهلي ضمهم من الترسانه من سنتين، واحد من العناصر الجيده، واحد من العناصر المبشره، ما شاء الله بيتمرن مع الفريق الاول، بياخد كمان مباريات مع الفريق الاول، وكان حارس منتخب مصر للشباب. طب بس كده؟ لا، ده احنا عندنا كمان عمر كامل حارس مرمى منتخب
او حارس مرمى الاهلي مواليد 2006، وعندنا حازم جمال حارس مرمى 2005. بنتكلم ما شاء الله في عدد كبير، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، عمر كامل، وكمان حازم جمال. عندنا عدد كبير جدا وعدد وافر، لكن دايما الفرصه في حراسه المرمى بتكون فرصه قليله، بس ما شاء الله لما بياخدوا الفرصه اللعيبه عندنا بيثبتوا انهم عندنا ان شاء الله ما شاء الله مواهب. وانا من هنا بطمن حضراتكم ان دايما مستقبل حراسه مرمى النادي الاهلي في امان. اهلا بحضراتكم من جديد. ما زالت نتيجه منتخب مصر وغينيا، تقدم منتخب مصر على غينيا في الدور قبل النهائي بنتيجه 1-0، احرز الهدف لمنتخب مصر محمد شحاته. دلوقتي احنا مع حضراتكم دلوقتي الدقيقه 29 بالظبط، بيقولوا لي دلوقتي في الكنترول الدقيقه 29. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. نروح لموضوع تاني مهم، كانت طلعت بعض التقارير الصحفيه منذ ايام على ان بعض اللجان الفنيه قدمت مقترحات للجنه المسابقات واتحاد الكره بخصوص مسابقات الناشئين او مسابقات الجمهوريه. كانت عايزه تطور بعض الاشياء في مسابقه الجمهوريه. من ضمن الاشياء اللي طلعت المقترحات بيها ان ممكن في المباريات الهدف اللي من خارج ال 18 التسديده ممكن يتحسب بهدفين، والهدف اللي من خلال كره عرضيه وتم فيه احراز هدف بمهاره ضربه الراس يتحسب بهدفين. دي كانت بعض التقارير طلعت وقالت ممكن نشوف الامور دي في الموسم الجديد. تاني، ان الهدف من خارج ال 18 من خلال مهاره التسديد يتحسب بهدفين. يعني لو النتيجه مثلا فرقه كسبانه 1-0 او فرقه تعادل 0-0، واحد احرز من خارج ال 18 هدف، يبقى النتيجه ليها 2-0 في المباراه بعد الهدف ده. او كره عرضيه واحد احرز هدف من ضربه راس يتحسب بهدفين. كنا زمان واحنا بنلعب واحنا صغيرين كان المدرب علشان ينمي مهاره معينه كان بيقول لنا الكلام ده. بمعنى لو في التقسيمه مثلا في التمرين المدرب كان بيقول لنا لو عملنا استحواذ ونقلنا كره 10 نقلات الفرقه يتحسب بهدف، عشان يعلمنا ازاي استحواذ الكوره. او برضو لو مهاره التسديد الفرقه عشان يعلمنا ان احنا نشوط كتير، لو واحد احرز هدف من خارج ال 18 في التقسيمه الوديه في التمرين يتحسب بهدفين. ونفس الكلام من خارج ال 18 كره عرضيه من على الاطراف واحد براسه يبقى هدفين. كان ده بنشوفه بشكل ودي في التمرين، لكن ممكن الكلام ده يتطبق بشكل رسمي ويكون موجود في مسابقات؟ خلونا نروح نشوف او نقرب للصوره بشكل اوضح مع الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره. مساء الفل يا كابتن حشيش. مساء الفل يا أستاذ، ازيك حبيبي عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا اسامه. اكلت اللحمه ولا ايه؟ والله ماليش فيها قوي يا اسامه. كل سنه طيب يا كابتن. انت طيب الله يخليك. قول لي، جالكوا حاجه من اتحاد الكره بشان الامور الفنيه اللي طلعت وبعد التطوير في المسابقات، ولا كلها مجرد كلام واجتهادات؟ والله بص، هي كل اللي احنا قريناه او الناس قريته او سمعته خلال الفتره اللي فاتت دي كلها اجتهادات شخصيه واقتراحات على السوشيال ميديا. انما حاجه رسمي جت من الاتحاد؟ لا، ما فيش اي حاجه لغايه دلوقتي جت. يعني الموضوع ده لو اتطبق رسمي لازم يجي لكم على المنطقه، والمنطقه بتخطر الانديه، صح كده؟ اه، بص لازم نفرق بين حاجتين، بين مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم. تمام. مسابقات الناشئين لان هي بترتبط باجنده طبعا دوليه وفيها منتخبات مصر وحاجات منتخبات ناشئين وكده يعني، فلازم كل التعليمات بتيجي من الاتحاد، انما المهرجانات البراعم دي الاتحاد بيتركها للفروع انها تقدر بقى ايه يعني تطبق اللي هي عايزاه. اه. فاحنا على مستوى طبعا فرع القاهره بيبقى في اللجنه الفنيه ولجنه المدربين عندنا، بنقعد معاهم بنتكلم نشوف نحاول نطور ازاي مهرجانات البراعم. وانت لاحظت يا اسامه ان احنا السنه اللي فاتت يمكن ما كانش فيها منافسات. خلي بالك دي من النقطه، ان دي من النقطه اللي انا لازم اشيد بيها بمنطقه القاهره السنه اللي فاتت، ان مسابقات 2013 و2012 و2011 كانت خارج المنافسات الرسميه، يعني يعتبر كانها مباريات تجريبيه
بتدي احتكاك اكبر للولاد، وايضا كمان ما تحطش ضغط على المدربين واولياء الامور. دي حقيقة، دي حقيقة. يعني احنا حاولنا نعمل الكلام ده عشان الكلام اللي انت بتقوله، ان احنا ما بقاش فيه ضغط على الولاد الصغيرين في السن ده، وفي نفس الوقت كمان ضغط على الاجهزة الفنية واولياء الامور، بيبتدوا يبقى فيه عصبية كبيرة جدا جدا اذا كان من الاجهزة الفنية. المدربين طبعا عايزين يكسبوا عشان الاندية بتاعتهم، وفي نفس الوقت برضو الارتباط اولياء الامور بالولاد الصغيرين وحضورهم الماتشات، فبتعمل جو صعب على الولد الصغير، فعشان كده احنا شلنا الضغوط دي وخليناها مهرجانات. كويس، الكلام ده ممكن نشوفه تاني السنه دي يا كابتن حشيش؟ ان شاء الله طبعا. يعني التجربه بتاعت السنه اللي فاتت هتتكرر السنه دي برضو؟ احنا بنحاول نتقدم طبعا، ما نحاولش نتاخر، يعني الحاجه اللي اتعملت ولقيناها لها افاده ولها صدى ان شاء الله بنزود عليها. ممتاز. كذلك يمكن تفتكر يا اسامه من سنه من السنين برضو حاولنا نعمل ان يبقى في الولاد الصغيرين دولت نتيجه للاعداد الكبيره بتاعه القيد، القيد كان في البراعم مفتوح وما كانش بيلعب مثلا الا في السن الصغير ده مثلا خمسه، يعني في الشوطين، عشان برضو المدربين بيلعبوا احسن لعيبه عندهم عشان عايزين يكسبوا. فدلوقتي عملنا قبل كده فكرنا ان هي بتبقى الشوطين، ويبقى التغيير في الشوط الثاني اجباري، الفرقه حل. كلها تتغير عشان ندي فرصه لكله يلعب. يعني بدل النهارده ما 7 وال10 بيلعبوا، ممكن تدي المساحه ل 20 و25 ولد انهم يشاركوا ويلعبوا في المباراه الواحده. ده احنا السنه دي كمان يمكن من ضمن الافكار المطروحه ان احنا نعمل 3 اشواط. حلو. يعني يبقى في شوط اول وثاني وثالث، عشان وبرده يبقى التغيير اجباري عشان ندي اكبر فرصه للولاد يلعبوا، لان انت عارف يا اسامه الولد لما بيقعد في السن الصغير ده وما بيلعبش خالص طبعا فتره كبيره بيصدي وهو لسه في سن صغير، ممكن تغير اتجاهه يلعب لعبه ثانيه، يقول لك مش عايز يا بابا اللعبه دي، واولياء الامور خناقات وزعل، لان انا ابني اتمنى اشوفه ان هو بيلعب. يعني صح. فعشان كده بندي فرصه، يعني دي من ضمن الافكار ان شاء الله هنعملها. يعني اتمنى دول نقطتين مهمين جدا يا كابتن حشيش. اول حاجه النهارده المباريات ما تبقاش رسميه ومعتمده وتبقى مهرجانات خاصه في البراعم، والحاجه الثانيه بتفتح المساحه لاكبر عدد من اللاعبين، دي حاجات مهمه جدا. الحاجه الثانيه بقى، احنا داخلين على موسم الكويت بقى، الموسم الجديد، امتى موسم الكويت هيبتدي عندكم ومستعدين؟ ما شاء الله منطقه القاهره بتضم عدد كبير جدا من الانديه. انت عارف برضو تاريخ الكويت او فتح الكويت ده برضو بيجي لنا باختيار من الاتحاد، لان طبعا بيبقى سيستم في الجمهوريه كله ومرتبط برضو بالعالم كله، فاحنا لسه ما جناش تاريخ القيد بالظبط. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي بنحاول نحضر اسلوب العمل هيبقى ازاي، وعشان نسهل على طبعا الانديه القاهره، لان احنا طبعا منطقه القاهره او فرع القاهره في حوالي 110 نادي ومركز شباب، فبنحاول ان احنا نعمل سيستم كده مع تغيير كمان، انت عارف احنا غيرنا المقر بتاعنا، اتنقل بقى في المعادي، فعايزين نسهل على الناس اللي بتجيبنا من جميع انحاء القاهره. بس يعني خلي بالك المقر القديم ده مقر تاريخي، كان اتحاد الكره القديم ده. والله يا اسامه احنا شايلنا بالعافيه من المقر ده، لان جالنا قرار بالازاله عشان مبنى قديم، فكان لازم ان احنا يعني نمشي من هناك، واحنا طبعا حزنانين لان ده مقر عدى ال 100 سنه. ده كان مقر يعني. المقر الموجود في الشاربي بتاع منطقه القاهره ده كان مقر الاتحاد المصري لكره القدم القديم. صحيح. صحيح. قبل ما يتنقل بقى في الجبلايه في فتره الستينات يعني. حقيقي. اخيرا كابتن حشيش، يعني برضو الحاجات اللي كابتن حشيش يعني يتمنى تكون موجوده يعني من تطوير المسابقات في السنه القادمه، يعني ابرز الحاجات ايه يا كابتن؟ والله يا اسامه احنا عندنا حاجات كتير جدا عايزين نطورها، بس عندنا مشكله كبيره هي مشكله الملاعب. وانت عارف ان مهرجانات البراعم يعني بيبقى في عدد مباريات كبير جدا في ملعب واحد، وبنحاول ان احنا كمان ننظمها جغرافيا، يعني منطقه حلوان بتضم عدد كبير من الانديه، فبنضطر ناخد ملاعب هناك عشان نسهل على الولاد الصغيره اللي هي 9 سنين و10 سنين بدل ما يصحوا بدري، لان احنا بنبدا مسابقاتنا عشان الملعب فيه مباريات كبيره، فبتبدا من الساعه 8:30 و9، فبنحاول نخلي الملاعب قريبه من كل كده مجموعه من الانديه. في افكار عايزين نعملها في المهرجان نفسه، زي مثلا ضربات الجزاء ان احنا عملناها
سنه من السنين ان بعد المباراه ما تنتهي نخلي الولاد يشوفوا ضربات جزاء، ومش عايزين الولد اللي هو ضايع الضربه يعني خلاص يزعل، لا بيشوط مره واثنين وثلاثه عشان ياخد الثقه بنفسه. بس دي لو تشوف انها بتاخد وقت بين المباراه والمباراه فبتضيع من الوقت الكامل بتاع اليوم. فاحنا بنتمنى ان يبقى في تعاون من الانديه ان احنا يعني يستضيفوا مهرجانات النادي الاهلي متعاون بشكل كبير في النقطه دي يا كابتن هشام. النادي الاهلي شايل حاجات كتيره جدا عننا وما بيتاخرش عننا في استضافه المباريات والمهرجانات واستضافه حتى تمارين المنتخب بتاعنا بتاع اليابان. يعني الحقيقه النادي الاهلي من الانديه المتعاونه، نتمنى ان بقيه الانديه بقى يعني يشوفوا النادي الاهلي ويعملوا زيه يعني. نشكرك شكرا جزيلا كابتن حشيش، وبنتمنى ان شاء الله لمنطقه القاهره التوفيق في العام المقبل، يعني واحده من المناطق اللي بتشتغل وعامله مجهود كبير جدا. موضوع حته احراز الهدف بهدفين او الكره او التسديده من خارج ال 18 بهدفين، في افكار كتير، يعني اتمنى المسؤولين في اتحاد الكره يعملوا جلسات مع الناس اصحاب الفكر، ناس اصحاب الخبرات، رؤساء قطاعات الناشئين، يعملوا جلسات يناقشوا فيها كل المواضيع دي، علشان في الاخر احنا بنتكلم عن تطوير مسابقات الجمهوريه، تطوير مسابقات الناشئين، تطوير مسابقات البراعم، علشان في الاخر احنا عايزين نطلع مواهب فعلا تفيد منتخب مصر، هو ده الهدف. معانا برضو على التليفون واحد من اصحاب الخبرات الكبيره، واحد من رؤساء قطاعات الناشئين لبعض او لعديد من الانديه، دكتور عطيه السيد، محاضر بالاتحاد المصري والافريقي لكره القدم، واستاذ تدريب كره القدم بكليه التربيه الرياضيه. تحياتي ليك يا دكتور عطيه. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وتحياتي لقناه النادي الاهلي، ومستمتع بالحوار البناء ما بينك وما بين الكابتن حشيش، وعلى الاطلاله اللي حضرتك بتتناولها والموضوعات الحيويه اللي حضرتك بتتناولها في عمليه قطاعات الناشئين والبراعم والتعديلات الجديده. الحقيقه دايما موضوعاتك سريه وموضوعاتك بتكون بتلمس مشاكل المجتمع كره القدم في مصر، فبحييك الحقيقه على الموضوعات اللي حضرتك بتتناولها. كان زمان يا دكتور عطيه في التمرين واحنا اولاد صغيرين كان المدير الفني يقول لنا اللي هيشوط من خارج ال 18 الهدف اتحسب بهدفين، اللي هيستحوذ على الكوره وينقل 10 نقلات ممكن يبقى هدف، كره من على الاطراف ضربه الراس بهدف. ممكن نشوف الكلام ده في المسابقات الرسميه؟ الحقيقه طبعا الموضوع اللي حضرتك بتطرحه دوت هو كان مسار تساؤل من كام يوم لما طلعت بعض التعديلات من الاتحاد، بس انا مش عارف لسه لغايه دلوقتي مصدرها، هل هي اللجنه الفنيه ولا هي لجنه المسابقات؟ ولكن كان في لغط كبير جدا، مش عايزين ناخد الكلام اللي طلع دوت، عايزين نناقشه ونشوف الافضل فيه ايه. الاعلام ليه دور، رؤساء قطاعات الانديه ليها دور، العلم ليه دور، الابحاث ليها دور، الناس بره في اوروبا بيعملوا ايه. انا الحقيقه سافرت اكتر من مره وفي اوروبا وشفت في اسبانيا بيعملوا ايه، في اليونان بيعملوا ايه، في المانيا بيعملوا ايه، في البرتغال بيعملوا ايه. فاحنا لازم نقتدي بالناس اللي سابقانا بمراحل كبيره جدا، يشوفوا هل التعديلات دي مناسبه جدا لأني مرحلة سنية، وكل مرحلة ليها التعديلات المناسبة ليها. يعني هدي حضرتك مثال، التعديلات اللي حضرتك قلتها دي يا كابتن أسامة ممكن تكون مناسبة جدا في مراحل البراعم عشان خاطر نحاول بقدر الإمكان نؤسس للاعب المتكامل. يعني مثلا أنا شفت في برشلونة إن مفيش حاجة اسمها الضغط العالي، ما بيعملوش ضغط عالي خالص على اللعيبة. بمعنى إيه؟ إن أول لما الجون بيمسك الكورة عندنا في مصر هنا، أنا شفت مسابقات للبراعم كارثة. اول لما يكون بيمسك الكوره الفرقه كلها بتطلع تضغط عليه، ايه اللي بيحصل؟ الجون ما بيعندوش فرصه ليعمل بيلد اب او يبني من تحت، فبيضطر يلعب الكوره ايد ورجل. فبنلغي من عند الولد تماما فكره ان هو يحضر الكوره، وهي ده اول بناء للعب اللي هو التحضير من الخلف ثم تطوير الهجمه ثم انهاء الهجمه. بنختزل البناء والتحضير في عمليه ان احنا نعمل لونج باس طويل او كره عاليه طويله، فيضطر اللاعب مضطر انه يلعب بدماغه في مرحله سنيه مش مسموح فيها لا النمو ولا حجم الكوره ولا العوامل النفسيه، ان انا اجبر الولد على اداءات بدنيه لا تتناسب مع طبيعه
تكوينه الجسماني ولا ومع تكوينه الفني لممارسه كره القدم. فاحنا محتاجين تكون التعديلات دي تتناسب مع المرحله السنيه، تتناسب مع طبيعه الهدف من المرحله. احنا عايزين ايه من مرحله البراعم؟ انا عايز اسامه حسني الناشئ اللي عنده 7 سنين ولا 8 سنين ان هو يكسب ولا هو يتعلم؟ فالهدف هنا اهداف اداء مش اهداف نتائج، فلازم ابحث عن النموذج الامثل اللي انا عايز اوصله، فانا عايز الولد يكون النموذج بتاعه المهاره مكتمله، يبقى انا لازم هنا اللجان الفنيه اللي في الاتحاد المصري لكره القدم وفي الافرع بتاعتها في منطقه القاهره، كان الكابتن حشيش موجود اهوت من شويه، هو راجل فاضل وراجل ومنطقه نشيطه جدا، منطقه الجيزه وهكذا، اللجان الفنيه دي ينبثق منها لجان اخرى لتقييم الفرق في البراعم، يعني ما يبقاش اسامه كسب عطيه 3-2 فاسامه الفائز، لا، في وسيله اخرى لتقييم اللاعبين بتعتمد على تقييم الاداءات المهاريه، تتحدد وتتقنن من خلال لجان علميه ولجان فنيه عشان نقدر نحدد مين المدرب المؤثر بشكل كبير جدا واللي طور فرقته، مين الفريق المتكامل الاعداد، نعمل تعديلات في القوانين تخدم عمليه التعليم، زي ما قلت لحضرتك كده في اسبانيا مثلا ما بيعملوش الضغط العالي، يعني ايه؟ اول لما الجون بيمسك الكوره الفريق عاملين خط كده ومحدش بيتعدى الخط دوت او بيرجعوا، بعد اللمسه الثانيه بيبتدوا يطلعوا عليهم عشان يعلموا الاولاد ان هم يعملوا بيلد اب او يشتغلوا من تحت. لما بيطلع لعيب بقى من البراعم دي للفريق الاول في النادي الاهلي ما بيبقاش غريب، لما يطلع للفريق الاول لنادي الزمالك ما بيبقاش غريب عليه لما يجي مدرب اجنبي يعلمه البيلد اب وما يخافش ويلعب تحت ضغط خصم، لانه من الاساس اتاسس بطريقه ان المهاره مكتمله عنده. فانا بقى ناشد هنا اللجنه الفنيه بالاتحاد المصري لكره القدم ولجنه المدربين واللجان الفنيه بالاتحادات الفرعيه وكليات التربيه الرياضيه ان يتحط نموذج امثل للقوانين المعدله اللي تخدم اكتمال النموذج المهاري، مش بس ان انا حته التصويب، يعني انا لما سمعت موضوع ضرب الكره بالراس في السن الصغير ده انا مش مستحب تماما، لان في عوامل للامن والسلامه، عوامل الخوف، يعني انا شفت نماذج كبيره للعيبه كبار جدا في الاهلي والزمالك وده افضل النماذج اللي شفتها لغايه اما لعبوا دوري ما كانوش بيعرفوا يلعبوا بدماغهم، لان في خبرات سيئه وخبرات في التعليم ما كانتش مستحبه جدا اتنفذت معاهم وهم صغيرين او ما اتعملتش معاهم بالشكل الامثل، فما طلعش اللاعب عنده اكتمال للنموذج المهاري، فعندي نص لاعب، لعيب بيلعب بيشوط كويس قوي ما بيعرفش يلعب بدماغه، او بيلعب بدماغه كويس قوي ما بيعرفش يشوط، فلازم التعديلات تخدم مرحله اكتساب المهارات عند اللعيب، عند اللعيب كلها، ما فيش لعيب عندي اسمها بيدافع وبيهاجم، حتى يا كابتن اسامه المراكز اللي احنا بنقول عليها 6 و8 بره الكوره المودرن فوتبول اتلغى منها الكلام ده كله، الفريق كله بيدافع اول لما يفقد الكوره، الفريق كله بيهاجم اول لما يمتلك الكوره، يعني خط الدفاع بتاعنا بيبدا من المهاجم، خط الهجوم بتاعنا بيبدا من الجون، فلازم حتى اسمه بقى معدل، اسمه لاعب المرمى، ما بقاش اسمه حارس المرمى، لان انا الجون اللي ما بيعرفش يلعب برجليه هيعمل لي مشاكل كتيره جدا، وشفنا كلنا جوارديولا اول ما مسك سيتي. يعني 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 حضرتك دلوقتي عايز تقول يا دكتور عطيه ان الافكار اللي تتحط في البراعم ومسابقات الناشئين ان انا الهدف منها ما اكسبش بطوله على قد ان انا اكسب ناشئ او اكسب لاعب، هو ده الهدف عليك. هو ده الهدف الرئيسي، اي تعديل اذا ما كانش هدفه الرئيسي اكتمال النموذج المهاري وتحسين الاداءات المهاريه واكتمالها عند اللاعب وانه يؤديها بفاعليه يوصل لمرحله الاليه. طب هل كان في جلسات قبل كده دكتور عطيه؟ نعم. لا، هل كان في ندوات او جلسات ده عليها اتحاد الكوره ده حضرتك فيها وكنت موجود عشان تطرح الافكار دي ولا ما حصلش الكلام ده؟ الكابتن محمد حشيش نفسه هو كان يعني لسه سابقني في المداخله. انا جيت من 2 سنين في الاتحاد المصري لكره القدم، عملنا دوت في منطقه القاهره كويس، في المقطم كانوا جايبين دورات تنشيطيه الحقيقه، ومنطقه القاهره من المناطق النشطه جدا هي ومنطقه اسكندريه، انا برضو عايز اقول من هنا الحاج عامر حسين في منطقه اسكندريه بي 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 بيطور المدربين باستمرار، منطقه القاهره الكابتن محمد حشيش بيطور المدربين، واتكلمنا على دي، يعني من ضمن الحاجات الاطروحات اللي طرحناها كمان ان في مراحل البراعم لابد ان يكون في دورات صقل او ورش عمل لاولياء الامور، انا اتفرجت في نادي المقاولين. خلي بالك ده انت رحت لنا لنقطه حلوه قوي، احنا دايما بنتكلم عن اللاعب بنتكلم عن المدرب ونسينا اهم ضلع في المنظومه ولي الامر بالنسبه للولد الصغير، علشان ازاي ولي الامر يبقى مساعد للولد دوره تكميلي او اساسي مع المدرب وما يحطش برضه يعني اعباء على ابنه الصغير او ضغوطات على ابنه الصغير.
الحقيقه يا كابتن اسامه، في الكلام اللي انت بتقوله ده مهم جدا، واحنا يمكن طرحنا هذا الموضوع، تاثير اولياء الامور في مرحله البراعم. انا اتفرجت في نادي المقاولين على الدورات اللي بتتعمل للبراعم، لقيت ان اولياء الامور بره بتصرخ وبتصوت وبتشتم وبتزعق وبتوجه الاولاد مباريات ثانيه بره الخطوط وانفعالات غير طبيعيه لا تتناسب، مش ده الهدف بتاعنا خالص. فاحنا محتاجين اولياء الامور دول ضلع من ضمن الاضلاع التدريبيه. لو ولي الامر او المدرب ما استوعبوش ان المدرب مش هو بس اللي بيمرن، المدرب بيمرن ساعه ونص، وولي الامر بيمرن 22 ساعه ونص. بس بيمرن ايه؟ بيمرن اكل وشرب واتيتيود وتعليم، بيمرن انه بيغذي القيم السليمه عند اللاعب، انه يحترم الوقت ويحترم التدريب ويحترم العادات اللي تكمل بناء اللاعب زي النوم والتغذيه واحترام التدريب واحترام الادوات، كل الحاجات ديت. وان ما ينفعش ولي الامر قايم بدور المدرب وعمال يوجه وشوط واطلع ويزعق مع المدرب. عمليات ضغوط كبيره جدا بتنتقل الى ابنه اللاعب وبتاثر عليه وبتخلق عليه ضغوط، بتتنقل على المدرب، وللاسف ابتدت تتنقل بشكل كبير جدا لاولياء لمجالس الادارات. بقى تقييم المدربين، انت جبت بطوله يا كابتن اسامه ولا ما جبتش بطوله، مش اثرت بالايجاب ولا لا. انا عايز احيي مجالس الادارات اللي بتقيم المدرب اللي طلع لعيب للدرجه الاولى. يعني النادي الاهلي النهارده لما يشوف لعيب صاعد من الناشئين للفريق الاول، هو ده نشوف مين الاكثر المدربين اللي اشتغلوا مع الولد دوت واثروا فيه، ويبقى ليهم بونص، يبقى ليهم دورات ورش عمل، ليهم معايشات بره، لان ده بيصنع لي، دولت اللي بيصنعوا النجاح. في ناس تانية بتشتري النجاح، بتروح تشتري لاعب جاهز. طب انا ايه فايده قطاع الناشئين؟ ايه الهدف من ان انا بجيب قطاع الناشئين بصرف عليه 20 30 مليون جنيه في السنه؟ نادي الاهلي فيه قطاع كبير جدا، نادي الزمالك، نادي المقاولين، نادي انبي، دي قطاعات كبيره جدا لا تقل عن 10 ل 12 فريق باجهزتهم بكل الكلام ده. لو مش الهدف هو بناء لاعب متكامل الاعداد عشان اصعده للفريق الاول، لكن لو الهدف الرئيسي بتاعي ان انا احصل على بطوله، انا بهدر الاموال اللي بيتم تخصيصها لهذا القطاع. اخيرا دكتور عطيه، وهيبقى لينا حلقه مع حضرتك طبعا عشان يعني نفرد فيها كل المواضيع، ايه الحاجه اللي بيتمناها الدكتور عطيه تكون موجوده في الموسم القادم في مسابقات قطاعات الناشئين ما كانتش موجوده قبل كده وتتمنى تشوفها في الموسم القادم؟ رقم واحد، اتمنى اولا عمليه الملاعب. الملاعب هي جوهر لعب. دي النقطة اللي اتكلم فيها كابتن حشيش، سيئة جدا جدا جدا، إصابة ما بتخليش اللعيبة تلعب كورة على الأرض. الملعب والكورة هم أهم عنصرين. العنصر الثاني تطوير المدرب، تطوير المدرب بتاع البراعم. أرجو من مجالس إدارات الأندية رفع الحد الأدنى لمرتبات المدربين. المدربين اللي تحت النهاردة الدورة إيه ب 25000 جنيه، الدورة دي ب 8000 جنيه، الدورة سي، المدرب اللي بياخد 1000 ونص و2000 جنيه ده هيتطور إزاي؟ ده أكيد موضوع هنفتحه وهنناقشه، إن ده موضوع مهم جدا. أتمنى تطوير المدرب، تطوير الملاعب. مجالس إدارات الأندية ما تعتمدش على النتائج فقط في تقييم المدربين. أرجو إن مديرين القطاعات يكون ليهم مشروع واضح وليهم استراتيجية فنية واحدة وموحدة عشان يبتدوا ينقلوها للمدربين. ما يكتفيش مدير قطاع الناشئين بمتابعة النتائج والمباريات، لازم يطور المدربين اللي عنده والإداريين ويتواصل مع أولياء الأمور بطريقة تخدم بناء اللعب. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عطية، وإن شاء الله يكون لينا حلقة مع حضرتك، إن شاء الله حلقة بقى مفصلة نفرد فيها كل الموضوعات بشكل كبير. نروح لفاصل، وبعد الفاصل النادي الأهلي النهاردة كان متواجد في محافظة الشرقية، اختبارات النادي الأهلي في الشرقية هنعرض لحضراتكم كل الأمور، ولكن بعد الفاصل. اسم النادي الأهلي طبعا اسم كبير وكيان كبير، يعني بيبقى جاذب للولاد، وطبعا انجازات انتصارات النادي الاهلي في السنين الاخيره وطول عمر النادي الاهلي من 1907، يعني انتصاراته على مدار كل السنين بتبقى جاذبه للولاد ان هم يبقوا عندهم امنيه ان هم يمثلوا النادي الاهلي. ان احنا عندنا تارجت عايزين نحققه، ان احنا نمسح كل المحافظات جمهورية مصر العربية، ويبقى ما قصرناش في ان احنا عملنا السيرش الصح، وان شاء الله يبقى النتاج بتاعه يعني كبير ان شاء الله. هي اي حاجة في الدنيا اول حاجة تبص عليها الموهبة، اذا الموهبة موجودة وبعدين المقارنة باللي موجود عندك،
ممكن يكون اقل منه شويه، بس يعني اللي في نظره انه لما يعني تشتغل معاه يتحسن ويتطور، ممكن ناخد حد اقل من اللي عندنا، بس في نظره ان هو يبقى امكانياته الجسمانيه كويسه. يعني عندنا المرحله اللي هي السنيه الصغيره دي اللي احنا بدانا فيها النهارده من 2018 ل 2013، يعني في كم جه كتير، بس اللي يعني اللي ادانا بادره يعني هم ولدين من 2014، ولسه الباقي هنشوفه بره ان شاء الله ونقدر نحكم عليهم. يعني عشان طبعا احنا انت عارف ان بيحصل فيه مفاضله حسب طبعا الاتفاق مع الكابتن احمد ناجي، بنعمل مفاضله طبعا عن الولاد اللي احنا اخترناهم في القاهره مع الولاد النادي، فطبعا بناخد الاصلح. يعني اهم حاجه في السن الصغير ما بيبانش قوته ولا بيبانش سرعته، هي بيبان حاجه واحده، زي الولد بيفكر ما بيفكرش، كنترول ايه. يمكن احنا شغالين كلنا شغالين على الجزئيه دي بتعليمات طبعا الكابتن بدر. اللعيب الذكي بيفرق معانا جدا، ده مهم جدا بالنسبه لنا في الانتخاب بالذات. احنا عاملين حاجه جديده، الكابتن بدر عامل حاجه جديده 2018، تحضيري 3 4 سنين قبل الناس كلها، فاحنا بنشتغل على الجزئيه دي مهمه جدا بالنسبه لنا. احنا بنشتغل على حته ازاي الولد يبقى ذكي، فالولد الذكي ده نمره واحد في اختيارات. احنا وصلنا امبارح، بدانا الشغل الساعه 7 النهارده، بدانا بالمواليد الصغيره 2018 2017 2016 2015 لغايه 2013، وهنكمل بكره ان شاء الله باذن الله من 2012 ل 2007 ان شاء الله باذن الله. هو كابتن بدري طبعا بيدي تعليمات السن الصغير قوي اللي هو 2018 دوت، في معايير معينه بنختار على اساسها، بس في البدايه احنا بنعمل حوالي 3 4 دقائق بنعمل سنس بول، بعد كده بنعمل دريبلنج بالكوره، وبعد كده في حوالي 10 دقائق بنعملها تقسيمه عشان نستكشف المواهب في السن ده. مهم جدا ان احنا يعني نختار لعيب يمثل شخصيه النادي الاهلي، دي مهمه جدا في لعيب كره القدم. ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى لهم التوفيق، وان هم ان شاء الله باذن الله بيكونوا كويسين بعد كده مع الفرقه ان شاء الله باذن الله. الشرعيه مميزه جدا باللاعبين، فرقه مميزه جدا. السنه اللي فاتت الكابتن شطه اختار لعيبه مميزه جدا من عندنا، شاركوا في منتخب الاكاديميات، وفي مجموعه منهم لعبت باسم القطاع منتخب القاهره، فيها لعيب مميزه جدا في الشرعيه عندنا، وعشان كده اختاروا الشرعيه اول محافظه لعمل اختبارات فيها. جيت النادي الاهلي عشان اطلع زي الكهرباء، بحبه قوي. النهارده المدرب قال لي الله عليك يا صدر، انت كنت ممتاز قوي النهارده. انا بحب النادي الاهلي جدا ونفسي اطلع زي محمد مجدي عفشه. صحيت الساعة 6:30 وجيت أنا وبابا ولعبت كويس، أتمنى ألعب في نادي الأهلي زي أكرم توفيق. دي اختبارات النادي الأهلي النهارده في محافظة الشرقية في مركز أبو كبير في فرع أكاديمية النادي الأهلي هناك في أبو كبير. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ما شاء الله أعداد كبيرة جدا. في اول يوم النهارده النادي الأهلي بيستقبل فيه مواليد 2018 ل 2013، زي ما احنا شايفين أعداد كبيرة جدا في محافظة كبيرة من لاعبي محافظة الشرقية، وزي ما احنا شايفين كعادة النادي الأهلي تنظيم رائع، ملاعب رائعة، كل الأدوات، كل المدربين متواجدين هناك بشكل كبير. إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يطلع بمواهب مهمة جدا من محافظة الشرقية. بكرة إن شاء الله أيضا هيكون اليوم الثاني في الاختبارات في محافظة الشرقية، هيكون من مواليد 2012 ل 2007 بكرة إن شاء الله. النهاردة كان من 2018 ل 2013، بكرة من 2012 ل 2007، وبكرة إن شاء الله برضو هيكون في أعداد كبيرة، مدربين متواجدين، وإن شاء الله تكون يوم جميل. وأيضا كمان الحاجات المهمة، النادي الأهلي هيخلص محافظة الشرقية هيطلع على محافظة السويس، بعدها محافظة الدقهلية، بعدها محافظة اسكندرية، بعدها دمياط، وأيضا كمان أسوان، المنيا، أسيوط، وكمان محافظة الغردقة. دي الخطة والفترة المحطوطة اللي جاية. النادي الأهلي هيكون متواجد في المحافظات، هيكون متواجد في كل محافظات مصر. النادي الأهلي هيروح لكل اللعيبة إن شاء الله. السنة دي الكابتن بدر اللي بنقول له ألف سلامة، كلمناه قبل الحلقة إنه كان تعبان شوية، بنقول له ألف سلامة. عامل هو والكابتن خالد بيبو وكل المدربين، الكابتن أحمد ناجي وكل القائمين، والكابتن تامر حفني وكل القائمين في قطاع الناشئين، عاملين شغل أكثر من رائع، بنتمنى لهم كل التوفيق. دي خطة النادي الأهلي وقطاع الناشئين في الاختبارات القادمة. أيضا نروح لأكاديميات النادي الأهلي. كابتن عبد المنعم شطة
برضو اللي عامل شغل رائع، وعندنا ما شاء الله يعني فروع كتيرة جدا في كل المحافظات، أيضا دلوقتي تجاوزت حوالي 22 فرع في أكاديميات النادي الأهلي. نروح نشوف التقرير ده مع كابتن عبد المنعم شطة ونشوف خطة أكاديميات النادي الأهلي للموسم الجديد، وبعدها نروح لفاصل نستقبل أحمد خالد كباكة لاعب مواليد 2005. موضوع الاختبارات ده طبعا موضوع يعني قديم جدا من 20-25 سنة. النادي الأهلي حريص على أنه يبحث عن الحقيقة المواهب في المحافظات. المحافظات فيها مواهب كبيرة جدا، وبالتالي هذا مثال للأكاديميات بتاعت النادي الأهلي اللي هي منتشرة في كل المحافظات. الآن الأكاديميات بتعمل الحقيقة خدمات كبيرة جدا للنادي الأهلي ولقطاع الناشئين، لأن يعني الملعب ده ملعب الأكاديمية، وفي طبعا أكاديمية النادي الأهلي من الأكاديميات القديمة قوي، أكثر من 8 أو 10 سنوات. الحقيقة أبو كبير من المحافظات المهمة جدا، فيها مواهب كبيرة جدا حقيقة، ودي حاجة تسعدنا لأنها حقيقة أفرزت لعيبة، مش عايز أقول لك أسمائها يعني الشرقية بالذات، يعني عماد متعي، أسامة حسني، مش عايز أذكر أسماء حقيقة، لكن إحنا جايين هنا عشان برضو إيه نشوف النجوم الموجودة الصغيرين المواهب نقدر نخليها برضو إيه تبقى موجودة معنا في الأكاديمية وكمان في قطاع الناشئين. الأكاديمية برضو جماعة عشان بس نبلغ كل الناس إنه الأكاديمية اللعيبة اللي فيها المميزة إحنا بنتابعها طوال السنة، ودي حاجة بتساعدنا إن نتابع تطور اللاعب ومن خلال الحياة التدريبات، ونشوف بقى احتياجاته ليه في الفترات اللي قبل ما نقدمه للقطاع كنجم يعني، ودي حاجة مهمة جدا. بنتعاون مع الحقيقة مع كابتن خالد بيبو والآن مع كابتن بدر رجب، عشان الحقيقة الأكاديمية بتخدم القطاع بشكل مهم جدا، لأنها أصبحت الآن بتفرز 90% من لاعبي القطاع. زمان كنا بنجيب اللاعبين الحقيقه من خارج الاكاديميات، لكن اصبحت حقيقه اغلب اللاعبين اللي هي بيستعين بهم القطاع الناشئين هم من الاكاديميات. ليه؟ لانها بتخدم اللاعب وبتطور من اداؤه وبتخلي اللاعب عنده فكر وحقيقه وجهود بدني ولياقه بدنيه، وعنده بقى من الخبرات ما تخليه يقدر ينافس اي لاعب جاي من خارج الاكاديميه. عشان كده احنا ان شاء الله اتفقنا مع قطاع الناشئين وكابتن خالد بيبو وكابتن بدر رجب، هنروح ان شاء الله السويس، وهنروح بقى هنروح المنصوره، وهنروح اسكندريه، وهنروح الغردقه، وهنروح الصعيد بالكامل، وهنكون متواجدين في شبين، وهنكون متواجدين في حقيقه في اكاديميات دمياط، ودي حاجات مهمه جدا. احنا عندنا اكثر من 20 اكاديميه في المحافظات نستطيع من خلالها ننتقل لاعبين جيدين لنادي الاهلي حقيقه، ودي حاجه حقيقه بتبقى قاعده كبيره جدا للنادي الاهلي مستقبلا، عشان تكون اللعيبه اللي موجودين فيها بيؤدوا أداء مميز من خلال الحقيقة برامج موجودة، من خلال الخبرات موجودة من كل الحقيقة المدربين الموجودين في ذلك المجال إن شاء الله. فأنت عارف النادي الأهلي حريص إنه يكون له أكاديمية في كل محافظة، فأنا حقيقة قدمت خريطة للنادي الأهلي للجنة التخطيط، كابتن محمود الخطيب طلبها إنه يشوف الأماكن اللي ما فيهاش أكاديميات عشان نحاول ننشئ فيها أكاديميات. عندنا طبعا الحقيقة يعني عندنا محافظة مرسى مطروح ما فيهاش، عندنا الداخلة والوحدة الداخلة والخارجة ما فيهاش، عندنا حقيقة في أغلب الأكاديميات الأخرى مثلا طنطا ما فيها، يعني هنحاول ننشر هذه الأكاديميات عشان هي نادي الأهلي ما بصش لها من ناحية مالية أو من ناحية فنية بقدر ما هو بيبص لها من ناحية اجتماعية، إنه حقيقة إنك تخلي اللعيبة يمارسوا كرة القدم في جو صحي تحت إشراف خبراء أو تحت إشراف برامج موجودة. دي طبعا الحقيقة النادي الأهلي بيسعى من أجلها، عشان هي عنده جماهير كبيرة جدا في كل المحافظات عايز يقدم هذه الخدمة الحقيقة، الخدمة المجتمعية. والحقيقة والمميز إن شاء الله هيبرز، هيكون موجود في النادي الأهلي، واللي ما مش هوفق ممكن يروح أندية أخرى، لأنه الآن الحقيقة عدد اللاعبين اللي موجودين في الأندية الأخرى من أكاديمية النادي الأهلي تجاوز ال 400 لاعب، وعندنا إحصائية موجودة من خلال الحقيقة طبعا من أيام كابتن محمد رمضان لما كان ماسكها، وبعد كده شيخ عبد الشافي، وبعد كده جه كابتن خالد بيبو، وبعد كده إبراهيم عبد الصمد، وبعد كده أنا. فالحقيقة في عدد كبير جدا من اللاعبين الحقيقه خرجوا من هذه الاكاديميات من النادي الاهلي ومن غير النادي الاهلي الحقيقه، فدي حاجه انا بقول النادي الاهلي ومجلس ادارته حريص جدا على ان يوفر كمان الاشتراك في هذه الاكاديميات باقل الاسعار، دي حاجه مهمه جدا، مفيش اكاديميه في مصر كلها بتعطي هذه الخدمات وهذه الامتيازات وهذه البرامج والمدربين على اعلى كفاءه بهذا المبلغ، حقيقه ده مبلغ رمزي
لا يتجاوز يعني انه بس يعني يا دوب يطلع مصاريف للادوات ولايجار الملاعب وكده، لكن النادي الاهلي لا يتربح بالشكل اللي هو الهدف منه انشاء هذه الاكاديميات. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم، واحد من العناصر المميزه اللي احنا ان شاء الله بنراهن عليها يكون لعيب في النادي الاهلي في الدرجه الاولى، احمد خالد كباكا. نورنا كباكا. منور يا كابتن، مبسوط جدا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. قول لي بس اسم الشهره كباكا ولا اسمك فيه كباكا؟ لا لا اسم الشهره، انا اسمي احمد خالد جمعه عادي. طب ايه كباكا جت منين بقى؟ صاحب بابايا طلع عليا اسم كباكا، يعني شهره عشان يكون مختلف يعني وسط وسط زمايلي. ده كان عندك كام سنه وقتها؟ لا كنت صغير جدا، اول ما رحت خالص قبلك حتى ما اروح المقاولين. بس عايزين نتكلم بقى عن بدايتك. بدايات ابتديت فين؟ ابتديت الاول في اكاديميه وادي دجله. بعدها رحت كابتن جمال السايك، كان عندنا ماتش ودي مع نادي الشمس في ساعه اكاديميه وادي دجله، فشافني كان عايز يوديني امبي. فرحت اختبارات امبي كذا يوم، بعدها كابتن سعيد الشيشين كلمني. كلم بابا يعني وبعدين تروح المقاولين. اروح المقاولين، فانا قعدت اروح. كان عندك كام سنه وقتها؟ يعني خلاص داخل على 5 سنين يعني. 5 سنين؟ انت لسه صغير قوي. بعدها قال لي لا تروح امبي يعني، ولا تفضل تروح المقاولين العرب. فانا رحت بقى، حبيت المقاولين العرب اكتر من امبي، كان امبي ساعتها لسه ما كونوش الفرق، كانت الفرق كلها مع بعض. فكان في ناس كبيره كده، فانا حبيت اروح المقاولين. بس بقى ورحت بقى المقاولين. طب ورحت وادي دجله ازاي بقى؟ جت الخطوه بتاعت دجله ازاي؟ ساعتها كان في كابتن يونس اللي هو دلوقتي ماسك منتخب جزر القمر. كان مغربي فرنس، فكان بيكون فرقه يعني من اللي هو الموهوبين في قطاعات الناشئين. فكلمه مقاولين وبعته فاكسات، وبعدها دفعوا فلوس، وبعدها رحت من مقاولين لوادي دجله. قعدت كام سنه في دجله؟ يعني 6 سنين. ما شاء الله مرنت مع مدربين كتير في وادي دجله. ابرزهم يعني هو كابتن يونس، كابتن بركات علام طبعا خيره عليا. هو يعني اللي علمني الكوره، السكان والحاجات الكوره الحديثه يعني، وكابتن محمد رجب. وكابتن علاء طبعا برده مع 2005. كانت علاء عبده. لما كنت بنزل 2005 كان هو اللي بيدربنا. جت منين بقى الفكره وانت بتلعب في 2005 في وادي دجله وبدات تسمع وبدات العيون تروح لكباكا علشان تروح النادي الاهلي؟ هو الاول خالص اللي انا كنت بلعب في 2003 مش بلعب في 2005 خالص. كنت بلعب 2003 وبعد 2000 بتصعد ل 2003 في دجله. هي انا رحت خالص الاول 2003، ما كنتش بلعب خالص 2005. لعبت في 2003 فتره كذا سنه، وبعدها 2001 لعبت السنه الاولى، وبعدها في اخر السنه كانت وادي دجله 2005 بتنافس على البطوله مع الاهلي والاتحاد. فساعتها نزلت بقى لعبت في 2005. كملت مع 2005. بقى الموسم بعد ما دوري 2001 خلص. فمن هنا بدات الناس تتابعك بقى. فبقى كابتن خالد بيبو طبعا بوجهله الشكر ان هو يعني كان ابرز حاجه يعني السبب ان انا اروح النادي الاهلي، هو كابتن وليد سليمان طبعا احب اشكرهم جدا. طب ما تقول لنا ايه اللي حصل؟ التفاصيل جت ازاي؟ هو كابتن امير توفيق تواصل الاول مع بابايا، قال له انت يعني مع باباك مباشره. على استعداد ان انت تيجي النادي الاهلي، فبابايا قال له طبعا ما فيش حد يقول للنادي الاهلي لا. حلو. فبعدها بس قال له اللي هو يعني خلص الدنيا مع مستر ماجد سامي رئيس النادي. رئيس النادي. فبعديها بقى كابتن امير توفيق كلم كابتن خالد بيبو، وبعدها راحوا بقى بعتوا فاكسات هم وبينهم من وادي دجله، بس الحمد لله تم يعني في الاخر. باباك قال اول ما سمع مين ما يتمناش الاهلي، انت بقى كان شعورك ايه وقتها بقى؟ ما يتوصفش يعني. اللي انت سعيد. طبعا. ان انت النادي الاهلي يكون عاوزك، ان انت تكون مرغوب فيك من طبعا اكبر نادي في مصر يعني اكبر نادي في افريقيا. فدي حاجه طبعا عظيمه يعني. كويس. قول لي بقى مركزك عشان برضو الناس اللي بتتفرج على احمد خالد كباكا، واحد من كان المباراه الاخيره الوديه امام الدفاع الجوي شاركت فيها، طلعت مره مع الدرجه الاولى، المركز بتاعك اللي انت بتحب تبقى متواجد فيه؟ انا بلعب 6 و8 و10 بس المركز الاساسي خالص 8 يعني. 8 ده خط وسط زي عمرو السوليه كده. و6 بنتكلم زي مروان عطيه واليو ديانج بيلعبها. و8 عشان بس المشاهدين يبقوا عارفين معانا المراكز 6 و8 زي عمرو السوليه. و10 بنتكلم زي قفشه، يعني بتلعب الثلاث مراكز دول. بس هو يعني في 2005 مثلا بلعب 6 على طول اغلبيه الوقت، وفي ساعات في وسط الماتش كابتن علي يوديني 8. لكن في 2003 مع كابتن محمد شرف كان بلعب على طول 8 يعني. طب المركز اللي انت بقى بتحبه او بتوجد فيه او بتتمنى المدرب دايما يحطك في المركز ده؟
هو طبعا اي حاجه الكابتن يقول عليها هنفذها، بس أنا اكتر عارف مركز اكيد. اي لو قالك العب باك رايت هتلعب باك رايت، مفيش مشكله. اكتر مركز 8 يعني، ده اكتر مركز انت بتحب تلعبه. اول ما جيت مع الاهلي ما شاء الله صعدت يعني، ابتديت مع 2005 بتلعب مع 2003 دلوقتي برضو واحد من العناصر الاساسيه. كنا نزعنا مباراه هنا كانت الاهلي امام زد صح؟ انت عملت جول حلو كده لرأفت خليل بوش رجلك الخارجي. هو ده كان خلاص اخر ماتش في الموسم يعني، كان قبليه ماتش الزمالك اللي هو ماتش حسم الدوري في ماتش حسم الدوري في 100 عقبه، خلص 2-1 الحمد لله جبت الجول الثاني. ده ماتش الزمالك. ده كان مع 2003. طب ما تعرضوا لنا الاهداف دي يا شباب جوه في الاعداد، وبعدها بيجهزوها دلوقتي هتكون موجوده معانا. وبعدها بقى جه ماتش زد يعني، فرأفت خليل كان، فانا يعني حافظ يعني عارف تحركات رأفت خليل، فالحمد لله لعبت له الكوره يعني، هو عافر عليها يعني، هو اللي احيا الاسيست يعني. كنا عاملين استوديو تحليلي هنا، كان معانا الدكتور احمد ثابت والكابتن محمد حشيش، وعلقوا على الاسيست اللي انت عملته بوش رجلك الخارجي، كانت حلوه قوي. الحمد لله. حاجات كابتن ابو تريكه يعني متعلم منه كابتن حسام غالي وكده. كويس. قول لي مين اللي معانا بعض الصور هنا، دي مع فريق 2003 صح؟ دي فريق 2003. مين اللي استقبلك اول ما جيت بقى النادي الاهلي؟ اول ما جيت النادي الاهلي مين اللي استقبلك من اللعيبه؟ اللعيبه كلهم طبعا رحبوا بيا عشان هو كنا منتخب القاهره مع بعض. فيعني معظم اللعيبه كان اللي هو الاهلي واحنا في دجله، فيعني كان كلهم عارفيني يعني، فكان عادي اكن عادي تمرين في المنتخب القاهره عادي، مش حاجه يعني جديده يعني. اللعيبه كلها اصحابك ما حسيتش انك انت بعيد عنهم؟ لا خالص. كانوا لا قاعدين يعني، كلهم عارفهم واصحابي يعني. انت جيت دخلت النادي الاهلي في انتقالات يناير اللي فاتت صح؟ كان اول يوم تدريب ليا 1-2. انت حافظ اليوم؟ طب كويس، ما تقدرش تنسى انت اليوم ده. 1-2 يعني، انت بتتكلم احنا بنتكلم في كام شهر دلوقتي؟ انت بتتكلم في خمس شهور مثلا. خمس شهور. في الخمس شهور دول يا كباكا يعني قول لي الحاجه اللي انت اتعلمتها في الخمس شهور، ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها في النادي الاهلي. طبعا بره الملعب الالتزام كويس، اللبس كل حاجه اللي انت بتيجي في ميعادك، ده الحاجات دي بيدققوا عليها. طبعا. طبعا لو انت تكون اهم حاجه باللاعب برده مش جوه الملعب بس، كويس. تكون على خلق عاليه يعني وكده. طبعا جوه الملعب بقى الروح، طبعا انت بتلعب باسم النادي الاهلي، ما ينفعش مفيش حاجه اسمها تعادل يعني. تعادل بالنسبه لنا بتكون هزيمه. بس فبتكون بقى بتلعب براحه عاليه جدا. وبقى طبعا غير الشغل الفني يعني. انت في الفتره القصيره دي اتمرنت مع كابتن محمد شرف صح؟ كابتن علاء وكابتن محمد شرف. كابتن علاء انت عارف كابتن علاء من زمان من وادي دجله. وادي دجله ومنتخب. ومنتخب وكابتن محمد شرف، ابرز الحاجات اللي اتعلمتها بقى من كابتن محمد شرف. كابتن محمد شرف طبعا بره الملعب الاحترام حاجه يعني، محترم كابتن محمد شرف، محترم جدا. بيقول للاعيب يعني اللي انت العب ما تخافش، حتى مثلا لو غلطت اهم حاجه يعني تصحح، ما تقفش عندها يعني. ما تقفش عندها وروح وصحح غلط، روح اضغط كده لو اتقطعت منك عادي يعني، مفيش لعيب ما بيغلطش، مفيش انسان عامه ما بيغلطش يعني. طبعا غير الحاجات الفنيه كابتن محمد شرف عالي فيها قوي يعني ما شاء الله. اللي طلعت اتمرنت مع الدرجه الاولى صح؟ تقسيم. كانت تقسيمه واحده بس، تمرينه واحده. كان كولر موجود فيها ولا؟ ايوه كان موجود. كان لما طلعت بقى شفت الاجواء ازاي في الدرجه الاولى؟ بصراحه كلهم استقبلونا كويس قوي يعني. كابتن سعد. مين اللعيبه الكبيره اللي استقبلتكم وقتها؟ كلهم بصراحه. كابتن محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، كابتن ياسر ابراهيم، شوبير، كلهم يعني. كلهم استقبلونا كويس جدا، مش عايز انسى حد يعني. بس كابتن سامي قمصان طبعا، وكابتن سعد حفيظ جالنا الاوضه سلم علينا وشجعنا. كلهم يعني قعدوا يقولوا لنا العبوا ملعبكم، محدش يخاف، احنا هنساعدكم في الملعب وكده. تبقى الحاجات دي مهمه في اول تمرينه، تبقى طبعا اول تمرينه طبعا انت الليله اللي قبل التمرين وانت نايم كده، ده انا بكره عندي تمرين وفي ملعب مختار التتش ومع الدرجه الاولى، دماغك راحت ليه وقتها؟ ايوه طبعا، بتلعب مع ابطال افريقيا اللي انت نفسك كان حلمك اللي انت تتفرج عليهم في التلفزيون، انت تكون بتلعب معاهم في الملعب، دي حاجه صعبه جدا. بس هم يعني ساعتها سهلوا الدنيا علينا، اللي هم استقبلونا حلو جدا بصراحه. ويعني حسسونا اللي احنا منهم يعني. ما حسيتش ان الامور فيها صعوبه؟ لا خالص، دخلت على طول وسط الفرقه. مين اللي دمه خفيف بقى من اللعيبه اللي كان يعني بيهزر وكان بيكسر روح الايه يعني التنشانه شويه؟ قفشه. قفشه وكهربا. كهربا هو اللي كان بيكلمكم على طول بصفه مستمره. طب قول لي بقى انت شايف ازاي النادي الاهلي بعد بطوله افريقيا، كانت بطوله صعبه، كان فيها محطات صعبه، بتخسر من صن داونز، بترجع تاني للبطوله، ربنا بيكرمك بعد مباراه الهلال وصن داونز وترجع تتجدد امالك تاني، تبقى الفرصه في ايدك،
بعد كده بتقابل الرجاء المغربي بتعمل نتيجة كويسة، وكنت قبلها بتكسب الهلال على ملعبك، مباراة للترجي بتكسب بره وجوه، والمباراة النهائية امام الوداد. شفت بطولة افريقيا وصعوبتها ازاي؟ هي احلى حاجة فيها اللي هو الدنيا كانت في الاول صعبة جدا، وده اكتر حاجة كانت مخلية الناس كلها فرحانة بعد البطولة، يعني اللي هو ساعة قطر الطار وضربة الجزاء اكيد كل الناس كان ساعتها قلبها خلاص هتقف يعني، بس الحمد لله يعني قدرنا ناخد البطولة يعني. حتى بعد مباراة الوداد لما هنا كسبنا احنا 2-1 وكانت الناس متشائمة شوية، ورحنا هناك وجابوا جون فينا جون في اول المباراة وقدرنا نرجع تاني، كان عندك امل او عندك شك ان ممكن الاهلي يخسر البطوله، ولا كان عندك ثقه في اللعيبه؟ لا بالعكس، في بعد ما جبنا الجون عبد المنعم حسينا ان احنا كان اساسا الاهلي كان ممكن يجيب اكتر من 3 اجوان كمان يعني، هم بس كان الضغط الجماهيري، بس في الملعب يعني جوه الملعب كان الاهلي احسن اظن الشوط الثاني ضغط جامد جدا هناك من الجماهير، بتبقى في مباراه الوداد في ملعب محمد الخامس. قابلت الاجواء دي قبل كده كباكا؟ لا اكيد لا، ده هو ناس يعني لما بتيجي تتفرج ماتش طبعا الاهلي والزمالك اللي هي بتبقى في الناشئين بيبقى ليها اكبر يعني عدد جماهيري، بس طبعا مش بتكمل. اول مباراه تلعبها اهلي والزمالك كانت في 100 عقبه صح؟ 2005. طب يا شباب اعرضوا لنا هدف كباكا، عندكم جاهز ولا لسه؟ هيجهز؟ طيب ماشي، بيجهزوه دلوقتي، انا بس بصحصحهم معانا شويه. قول لي بقى اول مباراه اهلي وزمالك، ومش مش في مش في عندنا في مدينه نصر في النادي الاهلي، لا ده انت رايح الزمالك بقى، ومباراه اول مره تلعب الماتشين هناك. الماتشين اتلعبوا هناك، ماتش 2005 وماتش 2003. الماتشين عملنا كسبنا 2005 2-1. معانا الهدف ده، الهدف اللي معانا هو ده، ماتش 2003 اللي حسمنا بيه الدوري الحمد لله، ده اللي انتوا خدتوا فيه الدوري. الحمد لله. ده انت الهدف اللي انت جبته بقى، احكي لنا بقى الهدف جه ازاي. الكره اوت ف اتعملت عاليه من زعلوق، رجعها لورا براسه، فمحمد وائل في ناديت عليه يعني، فهو على طول بياخد الزاويه البعيده. فراح لعبها لي لتحت وانا بقى شطها بالشمال. مهاره التسديد مهمه للاعب نص الملعب. طبعا. بص هنا معانا الهدف، انت شطها بشمالك ولا يمينك؟ لا شمال. شمالك. وانت لعيب ايمن اصلا. طيب كويس انك انت يعني بتشغل رجليك الاثنين، دي حاجه كويسه. ايوه طبعا. اهم حاجه في اللعيب يعني، عشان انت بتقابلك اي ظروف في الملعب فلازم تتصرف عليها يعني. بتتمرنوا على مهاره التسديد دي على طول يا كباكا؟ طبعا، حتى من احنا صغيرين في وادي دجله في المقاولين، حتى هنا في الاهلي طبعا الفينش على الجون، عشان احنا طبعا الفرقه على طول بتيجي متكتله ورا، فبنبقى عاوزين نخترقهم يعني، فالفينش على طول بيبقى جزء من التمارين يعني. حتى في المباراه الوديه اللي كانت في الدفاع امام الدفاع الجوي، فاكر المباراه دي؟ طبعا. الشوط الاولاني ابرز حاجه عملتها كنت دايما بتسدد، تعدي من بره 18 وتسدد. كورتين. كانت مباراه حلوه دي برضه. طبعا كانت مباراه حلوه والاجواء كانت حلوه، الملعب كان جميل جدا، الجو كان حر يعني، بس الجو بس الملعب كان جميل. واحنا كنا اظن احنا كنا احسن يعني. بس كنا بنلعب كورتنا. بنبتدي من تحت، وكان كابتن شرف يعني كان بيحاول معانا يطبق حاجه جديده في طريقه اللعب في الشغل في الماتش. بس يعني فهو هي بتخلق بباص، فانت خلاص بقى قدام ال 18 يا اما هتعمل اسيست ثرو باص اللي قدام احمد اشرف ولا زعلوق ولا ميدو او تشوت يعني. معانا هنا بعض اللقطات من مباراه الدفاع، باين عليك باين عليك هادي معانا، لكن في الملعب ما بتبقاش هادي كده. ايه لا طبعا. دي كنتوا عارفين طبعا المباراه مذاعه على قناه الاهلي. طبعا. وكابتن خطيب طبعا كان موجود، كابتن سامي قمصان ده. طب قول لي بقى النهارده يعني كابتن محمود الخطيب وكان راجع من نهائي افريقيا، بعد المباراه دي كانت بعد نهائي افريقيا بكام يوم صح؟ يعني بكام يوم، حاجه بسيطه يعني، حرص الكابتن محمود الخطيب وهو متواجد مع الفريق الاول في المغرب، برضه حرصه انه يكون متواجد مع الناشئين في مباراه يعني تكريم للدفاع الجوي في يوم الدفاع الجوي، يكون متواجد معاكم، شعوركم انتوا كلاعيبه يعني واحد بحجم كابتن محمود الخطيب ونجوميه كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي؟ طبعا حسنا كنا سعداء جدا، وبرضه حسنا بالخط يعني، لو اسطوره زي كابتن محمود الخطيب يكون موجود في الملعب ده بيحط ضغط وبيتفرج علينا، ضغط كبير علينا يعني، بس وبرضه هو نزل سلم علينا وشجعنا. سلم عليكم في الملعب. وشجعنا. برضه كابتن سامي قمصان دخل لنا اوضه اللبس وقال لنا ربنا معاكم يعني وركزوا كده، وشجعنا برضه. بس يعني لما بتلاقي ان المسؤولين قريبين منكم، النهارده رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، بتلاقي كمان الاجهزه الفنيه كولر لما بينزل قطاع الناشئين ويتفرج على المباريات،
بتاعتكم الكابتن سامي وصام موجود، الكابتن سيد عبد الحفيظ، لما بتلاقوا الدعم والمسانده دي باحساسكم انتوا كلاعيبه بتحس يعني اللي هو انت لازم تعمل اقصى جهد عندك، اللي انت الدنيا قريبه يعني مش بعيده. ايوه دي نقطه مهمه، الدنيا مش بعيده، احنا انت ممكن في ثانيه تلاقي نفسك في الدرجه الاولى وبتلعب. اللي هو بنحس خلاص اللي هو انت يعني اساطير زي دول بييجوا يتفرجوا علينا، كابتن برضه كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان على طول بيبقوا معانا في كل الماتشات بره ولا جوه. فطبعا دي بتحط علينا ضغط، بس برضه اللي هو انت بتحس ان انت لازم تطلع اقصى جهد عندك 100% او برضه اكتر كمان 200% عشان انت يعني توريهم نفسك عشان انت ان شاء الله تطلع درجه اولى يعني. الحاجه الثانيه لما ذعنا هنا مباراه على قناه الاهلي وكنا بنعمل استوديو تحليلي وبيكون موجود معايا الكباتن الدكتور احمد ثابت وكابتن محمد عشيش وبنعمل استوديو تحليلي، برضه شعوركم وانتوا لما بتلاقي مباراه الناشئين بتتذاع على قناه النادي الاهلي واستوديو تحليلي وكاميرات والموضوع كبير يعني؟ طبعا الموضوع بيبقى كبير، بس بنحس ان احنا الناس برضو ده بتبقى رساله للناس تتفرج علينا. أيوة. بيبقى بوابه اللي هو انت الجمهور يعرفك، اللي بيحب يتابع طبعا. بس فانت برضو بتحاول تبذل، بتحملكم مسؤوليه، بتحاول تبذل اقصى جهد عشان الناس يعني بتتعرف عليك، بتعرف مين مثلا مين اللي يبقى ليه في المستقبل ان هو كويس يشيل يعني اسم النادي الاهلي. مين بيعجبك من لعيبه الدرجه الاولى بقى في نص الملعب؟ خلينا نروح بقى لمركزك، ومين اللعيبه اللي بيعجبوك وانت بتتعلم منهم؟ كلهم بصراحه، بس كابتن عمرو الصليعي عشان من زمان شويه، ففتره كبيره يعني ما شاء الله عليه مستمر بنفس المستوى يعني. عمرو الصليعي عشان بيلعب مركز 8 زيك يعني؟ مستمر ما شاء الله عليه نفس المستوى بقى له فتره، الاستمراريه عنده كبيره قوي. طب شايف واحد زي ديانج مثلا ازاي في نص الملعب؟ كميات جري كبيره وروح عاليه، وحش. واحد زي مثلا مروان عطيه يعني لسه داخل قريب الفرقه ما شاء الله حجز مكانه وبقى من الاساسيين. هو اللعيب الكويس بيفرض نفسه في اي وقت يعني. جاي جديد بقى، جاي بقى له فتره في النادي ناشئين. هو انت ما دام لعيب كويس وعندك ثقه بنفسك وثقه في ربنا سبحانه وتعالى، فخلاص يعني بيبقى عندك قدره تحمل وان انت ثقه في نفسك من الجماهير والضغط الجماهيري طبعا، خلاص بتثبت نفسك يعني وبتشارك بصفه اساسيه. كويس. طب واحد زي علي معلول مش في مركزك، بس شاف ثباته في المستوى اداؤه. دايما بنقول ان اللعيب اللي خارج من قطاع الناشئين مثلا صغير بيبقى ابن النادي، لكن شاف علي معلول بعطائه بادائه بمستواه بروحه كل الكلام ده، شاف علي معلول ازاي؟ اعتبر طبعا كابتن علي معلول يعني اكنه من ناشئ من ناشئين الاهلي، بل اكتر كمان يعني، هو اكنه متربي جوه النادي الاهلي ما شاء الله عليه، استمراريه في الاداء، اسيستات، اجوان، اهم مفتاح يعني للنادي الاهلي. حلو. على مر السنين. تعالى بص بقى محضرين لك دلوقتي بقى لمساتك ولقطاتك، قول لنا بقى. لا عدوا لنا كده تاني، ده كان في مباراه الدفاع الجوي. ده اللي معاك كوره هنا بقى وانت بتقطع الكوره، ده الجول، ده الهدف. ده الهدف. طيب يعني الهدف ابتدى هنا من عند احمد خالد كواكا، دورك الدفاع انك بترجع تأدي دورك الدفاع في نص الملعب. طبعا هو اهم حاجه الدور الدفاعي، وانت الزياده الهجوميه دي بتبقى طبعا ميزه من عند ربنا، بس انت اهم حاجه تكون ان انت مأمن ورا. حلو قوي. هنا تحرك ميدو اسامه ده صح؟ حط هدف حلو طبعا. هو اللي حل الاسيست يعني، هو اللي ظهر الاسيست جون يعني من زاويه ميته. بس الباص برضو انك انت بص، انا بعتبر الهدف من هنا القطعه يعني، القطع برضو من هنا انت بتبدا الهجمه او تعمل هجمه مرتده. التحركات انت هنا لما بصيت اتحركت بدون كوره. هو ميدو اسامه دخل في نص الملعب وانا رحت مكانه على الوينج. بس فدي يا كابتن شرف على طول بنعملها يعني. يعني انتوا بتعملوها في التمرين دي؟ اللي هو اسلام طلع، كان طالع من ورايا اللي هو الباك، وانا طلعت برضو على الطرف، وميدو اسامه دخل في نص الملعب. هو جنب ميدو نبيل دلوقتي. فاهمك، انا حاسس ان ميدو اسامه على طول فاهمك في المباريات، بيسجل على طول الدويتو بتاعي. بتصنعه له انت اهداف كتير. هو ما شاء الله عليه لعيب كبير يعني. انت هنا اول ما استلمت رفعت عينك على طول، ما حطيتش، ده انت عامل كمان الباص بوش رجلك. هم يعني حبيت عشان هم كلهم كانوا متوقعين ان انا باص الاسلام على الطرف عشان كان طالع من الاوفرلاب من ورايا. فيعني كان ميدو اقرب للجون يعني. لهدف من الاهداف الحلوه والملعوبه. الحاجة الثانية لما بتشوف يا كباكا لعيبة من قطاع الناشئين بتتصعد وبتلعب مع الدرجة الأولى، يعني شفنا مصطفى شوبير متواجد مع الدرجة الأولى، شفنا محمد أشرف، شفنا رأفت خليل، لما بتشوف اللعيبة اللي معاكوا في القطاع وبتلعب موجودة معاكوا في القطاع وبتبدأ تاخد فرصة مع الدرجة الأولى،
طبعا بتحسسك برضو زي ما قلت لحضرتك ان هي مش بعيده، يعني اللي هو الدنيا قريبه. اه انت بس دوس شويه وهما ان شاء الله يعني كلها توفيق، وان شاء الله فوق تطلع فوق يعني وتلا. مين مثلك الاعلى اللي انت بتتمنى تبقى زيه؟ في مصر كابتن حسام غالي طبعا. اه فايتر ولاعب كوره عنده الاثنين. ومين مين بيلعب دلوقتي؟ دلوقتي كابتن عمرو السولية. عمرو السولية. اه وبره مودريتش. مودريتش. اه طب قول لي بقى قصه الشعر اللي انت عاملها دي بقى. هي صدفة والله، عشان انا بحب ارسنال والنني برضه. اه يعني جاي عشان النني. اه هي صدفة. آه. مش النني بس طبعا. آه. ده فخر يعني بس. اه هي الاثنين ارسنال والنني يعني. حابب زي ما انت مميز في الكورة ما شاء الله في البساط والاسيستات برضه، عايز يبقى حاجة ملفتة للنظر يعني. اه شفت النني لما جه للنادي الاهلي؟ كنت موجود في اليوم ده؟ لا كان ساعتها عندنا اجازة. كنتوا اجازة في التمرين. شاف رحلة يعني نجومنا الكبار، واحد زي محمد صلاح، واحد زي النني، واحد زي تريزيجيه، شاف النجوم الكبار دول ازاي وهم ابتدوا هنا في قطاعات الناشئين في مصر؟ هم ابتدوا الاول في المقاولين وبعدها راحوا بازل، فطبعا حاجه. وتريزيجيه ابتدى في النادي الاهلي. ايوه طبعا. حاجه طبعا بتبقى ان هم عندهم قوه استحمال اللغه، بيتعلموا حاجات جديده. اللي انت الغربه عندك طبعا منتاليتي قويه جدا ان انت تفضل بره كذا سنه كده وبنفس المستوى بنفس الاداء. طبعا كابتن محمد صلاح يعني ما شاء الله عليه كسر محطم كل الارقام القياسيه في الدوري الانجليزي. فيعني حاجه اظن صعبه جدا يعني، بس ان شاء الله نحققها يعني ان شاء الله. امنيتك ايه اخيرا يا كباكا مع النادي الاهلي بقى؟ طبعا نفسي اطلع الدرجه الاولى في اسرع وقت، ونفسي احقق معاهم بطولات يعني كتير جدا. نفسي احقق بطوله الاهلي عمره ما خدها يعني، كاس العالم للانديه. نفسك في كاس العالم للانديه؟ ان شاء الله. ان شاء الله تطلع الدرجه الاولى وتحقق كل البطولات، دوري وكاس وافريقيا وكل والسوبر وكل البطولات، وكمان تحقق البطوله اللي لسه النادي الاهلي ما حققهاش، هي بطوله كاس العالم للانديه باذن الله. نتمنى لك كل التوفيق يا كباكا، وان شاء الله الحلقه الجايه بقى واحنا بنستضيفك تكون بقى ان شاء الله يعني لعيب في الدرجه الاولى في الفريق الاول مع النادي الاهلي، خلاص بتلعب المباريات كلها بصفه رسميه ومحقق كل البطولات باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، مبسوط جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده. واحنا سعداء بيك ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، نتمنى كل التوفيق لكباكا، واحد من العناصر المميزه في قطاع الناشئين، واحنا دايما يعني بقول لحضراتكم دايما بنراهن على لعيبه، هو واحد من اللعيبه اللي احنا بنراهن عليها ان شاء الله هتشوفوه حاجه مبشره وحاجه مفرحه ان شاء الله للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه لما ياخد فرصه. بكره ان شاء الله عندنا مباراه امام الاسماعيلي، زي ما قلت لحضراتكم في بدايه حلقتنا الهدف واحد، هو ازاي خلال الفتره القادمه من خلال السبع مباريات ال21 بطل ازاي ناخد الثمان نقاط. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، والبدايه تكون ان شاء الله امام الاسماعيلي بكره مباراه صعبه ومباراه مهمه، كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي فيها، وكل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. دلوقتي بيقولوا لي الدقيقه 65 وما زال منتخب مصر الاولمبي كسبان او فاز بنتيجه 1-0. نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير، وحلقه جديده من الاشبال.